أهلا فيك. بطبيعة أعتقد أنك كنت تستمع إلى كلمة المفدى الأمريكي أموس هوكستين الذي قال بأن هناك جهود أمريكية لوقف إطلاق النار تحديدا في بيروت. أنا أريد أن أسألك لأنه أنا أعلم بأن هناك جهود كبيرة عربية لوقف إطلاق النار أيضا، وهي يعني تتمحور بين القاهرة، عمان والرياض، وقد رأينا حركة لافتة جدا من الزيارات. رئيس الحكومة اللبنانية زار عمان، كان في فكرة أو طرح بانعقاد مؤتمر في عمان من أجل لبنان، ولكن حتى الساعة ليس ناضجا لأنه ما في وقف إطلاق نار. أيضا في مصر استقبلت مصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني. هل يمكن أن تقول لنا يعني ما هي المعلومات؟ لماذا تحصل هذه الجولات وما هي الخلاصة منها؟ عساك تطمئننا يعني يا سعادة السفير. يعني طبعا كل الجهود اللي حضرتك اشرتي اليها من زيارات واتصالات واجتماعات ليس فقط في عمان والقاهرة انما في عواصم اخرى عربية، في الحقيقة بتركز بشكل كامل على جهود وقف اطلاق النار في لبنان. الجميع يدرك مغبة استمرار هذا الوضع الى فترة اطول، الجميع على قناعة بأنه وقف إطلاق النار والطرق الدبلوماسية في وضع ترتيبات لما بعد ذلك هو الطريق الأمثل والطريق الوحيد والمضمون. الجميع أيضا يسعى بكل جهد إلى تحقيق هذا الوقف في إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، لأنه ما يتعرض إليه لبنان وما تتعرض إليه المنطقة تباعا سيكون لديه تبعات كثيرة سيئة على كل المنطقة وليس لبنان فحسب. وبالتالي ما يقوم به المسؤولين العرب سواء في القاهرة أو في الرياض أو في عواصم أخرى عربية، في قطر، في الإمارات أيضا وعمان، بيذهبوا في هذا الاتجاه بالتنسيق مع أولا الحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين، وأيضا بالتوازي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وصولا إلى الهدف اللي نسعى عليه جميعا وهو وقف إطلاق النار وتطبيق قرار 1701 بكل مندرجاته. بكل مندرجاته يعني تعني أيضا ال 1559 اللي هو مادة إشكالية في البلد أيضا مع حزب الله. لا، في الحقيقة طبعا احنا مدركين بانه ما يحدث الان من مشاكل نتيجة انه كان هناك قرار رقمه 1701 كان لديه بعض او عدد من البنود لم تطبق بشكل كامل من الطرفين، وده امر واضح لانه البعض الان بيتحدث عن انه الالتزام يقع فقط على الحكومه اللبنانيه من حيث تامين الحدود ومن حيث السيطره على حركه السلاح ومن حيث بسط سياده الجيش اللبناني على كامل الاراضي اللبنانيه، ويتغافل البنود الاخرى المتعلقه ب ترسيم الحدود ومزارع شبع واشياء كثيره جدا. فانا في الحقيقه يجب ان الفت الانتباه ان لما نتحدث عن تطبيق 1701 بكافه مندرجاته نتحدث على الطرفين، هذا الطرف وذاك الطرف يجب ان يلتزم بتطبيق هذا القرار. وفي الحقيقه هذا ما نسعى اليه الان بالتنسيق مع الدول الشريكه والمهتمه بالشان اللبناني، وطبعا على راسها فرنسا والولايات المتحدة وآخرين، بأنه كيفية الوصول إلى آلية تسمح بتطبيق هذا القرار. نعم، عندما تتحدث عن تأمين الحدود سعادة السفير ربطا بالقرار 1701، هل تتحدث فقط عن تأمين الحدود أنه ترسيم الحدود البرية أو تثبيتها، أم أنك تتحدث أيضا عن تأمين الحدود الأخرى كالحدود البرية يعني من جهة سوريا، أو الحدود يعني المرافق أو المرافق الجوية
أو البحرية. وبالتالي اليوم في كلام عندما نتحدث عن تأمين الحدود أي الرقابة على كل الحدود اللبنانية من دخول أسلحة، وهذا الأمر البعض أيضا يربطه بال 1701 أو باتفاق الطائف أيضا اللي هو أيضا في 1701. يعني طبعا يعني منطوق 1701 في الحقيقة واضح للجميع، إنما فقط ما هي آلية تنفيذه. عندما نتحدث عن بسط الجيش اللبناني لسيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، يبقى إذن هو مسؤول بشكل كامل عن تأمين حدود. الحدود في الحقيقة ليست حدود فقط برية، حدود برية وبحرية وجوية، هذا هو دور الجيش في أي دولة في العالم. يعني مسؤوليته هو تأمين حدود هذه الدولة، وبالتالي بيطبق قوانين الدولة، حركة السلاح، حركة المواد المخدرة، أي حركة غير قانونية يجب أن يسيطر عليها الأمن اللبناني. وبالتالي الحديث بشكل عام عن دور الجيش اللبناني في هذا الأمر، وطبعا بمعنى أوسع وأعم المظلة الكبرى هي سيطرة الدولة اللبنانية على كافة مقدراتها وممارسة دور الدولة بشكل كامل وفي كل الأوجه كما هو الحال في أي دولة في العالم. وبالتالي هناك دور للجيش اللبناني، دور هام وحقيقي، علينا فقط أن نوفر له الإمكانيات والأجواء اللي تساعده على تطبيق هذا الأمر. هذه الأجواء بالضرورة ليست فقط إقليمية إنما أيضا داخلية، يجب أن يساعد الأطراف اللبنانية الجيش على ممارسة هذه المهام، إلى جانب أيضا تقبل الدول الجوار والدول الإقليمية إن هناك قرار، هناك آلية يجب أن تطبق وفقا للقرارات الدولية وأيضا وفقا للمبدأ العام وهو سيادة لبنان على كامل أراضيه.